عاوزين نتكلم على الجانب الاخر. طبعا فرقه اسوان بحيه على ادائها والكفاح اللي عملته، ويمكن اول مره اشوف فرقه اسوان متحفظه بالشكل دوت، وده طبيعي يعني. ممكن هي اتعاملت مع المباراه بالشكل ده، لكن طبعا هي متحفظه بشكل كبير جدا، تلعب بشكل دفاعي يمكن مختلف عن كل المباريات اللي بتلعبها، وده طبعا بحترم فكر المدرب وجهة نظره، لكن هو يمكن هو ده الشوط الاولاني اللي خلانا نظهر بشكل كان فيه يعني دخول في المباراه بشكل مش جيد. انتشرنا في الملعب برضو ما كانش جيد، وفي نفس الوقت انا كنت مأكد ان استغلالنا للجبهات بالذات الجبهه الشمال لفرقه اسوان لابد كان يبقى افضل من كده شويه، بالرغم برضو ان الجبهه اليمين بتاعت اسوان كان فيها مساحات كثيرة جدا، لكن يمكن توقيتات اللعيبة بتاعتنا والزيادة العادية اتعمل فيها أخطاء ما عرفناش نستغلها بشكل كويس، بالإضافة ما استغلناش العمق بشكل جيد في الشوط الأولاني. ده طبعا اللي أدى إن يبقى الأداء غير مرضي في الشوط الأولاني. الشوط الثاني اتغير الكلام دوت، كان فيه تنوع بزيادة عددية باستخدام الأجناب بشكل كويس، ابتدى يبقى فيه استخدام للعمق بشكل مختلف عن الشوط الأولاني، فالشوط الثاني اختلف. ويمكن طبعا أكيد بداية المباراة والهدف المبكر أكيد بيساعد بشكل كبير، لكن أنا راضي على الشوط الثاني وأدائنا في الشوط الثاني والنتيجة طبعا، وبرضه التعامل مع المباراة والتعامل مع أشياء أخرى في المباراة أكيد ليها إيجابيات. الحمد لله النهاردة فوز كان مهم جدا في مشوارنا في الدوري العام.